اهلا بيكم. ضيف النهارده عالم جليل من علماء الازهر، لا يخشى في الحق لو ما تلاه الا على لسانه بيقوله اللي هو مقتنع بيه. كان ضد تيار الاسلام السياسي وشايف ان دول متاسلمين، وشايف ان السلفيين مش سلفيين، متسلفين. يعني ليه مصطلحات وليه راي مهم. وكان والرئيس مرسي الرئيس السابق في سده الحكم قال ان تعيينه او اختيار رئيس الجمهوريه اختيار باطل. هذه هي ارائه. الشيعة في العراق برضو كفروه وليهم رأي ضده. رجل مثير للجدل، لكني أنا بحترمه وبقدره، الدكتور أحمد كريمة، الرجل الذي لا يخشى في الحق لو ما تلاه. مش هقول مقدمة طويلة، تعالوا على طول على الحلقة ونشوف دكتور أحمد كريمة هيقول إيه، وتوقعي إن هيفجر قضايا كتيرة جدا. اهلا بيكم، رجعنا لكم بعد الفاصل، وبيشرفني في حلقه النهارده ضيفي العزيز العالم الجليل الدكتور احمد كريمه، استاذ الشريعه بجامعه الازهر. كل سنه وحضرتك طيب. كل عام ومصر وحضرتك ومحبيك بخير وسلام. لما حضرتك تكون من اهم المهاجمين لاعضاء تيار الاسلام السياسي، وحضرتك رجل ازهري وخريج مؤسسه الازهر، مش ده كان تقصير من مؤسسة الأزهر لظهور هذا التيار؟ بلا شك التقصير لا يعود إلى ذات المؤسسة. أمن الدولة كان ليه رأي في اختيار شيخ الأزهر؟ وكان حتى شيخ الأزهر لا يستطيع أن يغادر خارج البلاد إلا بموافقة أمن الدولة. تعتقد أن ده لسه موجود حتى الآن؟ إلى حد ما. بس مواقف مشيخة الأزهر خلال السنتين اللي فاتوا كنت تراها واضحة حاسمة ولا كانت بين بين؟ بين بين. لماذا؟ يسألونهم عن ذلك لأن لست من المقربين لهم ولست مخولا بالحديث عنه. طب ليه هم بيكرهوا الأزهر؟ الإخوان والتيار السلفي؟ لابد أن تعرف أولا بالنسبة للسلفي هو المسمى خطأ، هم متسلفة. متسلف وليس سلفي. حلم كان يراود بعض الاتجاهات في الخليج لأن يحلوا محل مؤسسة الأزهر، فجندوا بعض الأشياخ وعملهم بعض الدورات وعملهم دعاية مكثفة، شرائط كاسيت وزعت في سائق الميكروباص والباصات في مواقف السيارات من 30 سنة، محلات بيع العصير، كتب طبعت بآلاف النسخ ومطابع أنشأت في القاهرة. دول خليجية هي التي أرادت ذلك بلا شك. ثم توج هذا بالقنوات الفضائية المسمى بالدينية التي دخلت إلى العزب والنجوع وأصلت هذا الفكر المنحرف عن صحيح الإسلام. هذا بالنسبة للمتسلفة الوهابية والنتاج معروف. الإخوان لابد أن نعرف أن أنت بتتعامل مع الإخوان القطبيين وليس إخوان حسن البنا. نسبة إلى سيد قطب بالضبط في كتاب معالم في الطريق. نعم. أهم سمات القطبيين إيه؟ تكفير المجتمع وتجهيله وقلب أنظمة الحكم والاستيلاء على الحكم بالقوة الغاشمة. هذا موجود في كتاب معالم في الطريق. نعم. لسيد قطب. نعم. فده اللي أدى إلى هم يلتقيان على كراهية الأزهر. على كراهية الأزهر. لكن لابد أن نفطن إلى شيء، الإخوان حقيقة لا يريدون تغيير الثقافة الأزهرية لكن يريدون اقتناص المنصب فقط. كانوا عايزين يبقى شيخ الأزهر إخواني؟ كله رئيس الجامعة والعمداء. مين اللي كان مرشح يكون شيخ الأزهر لو أقلوا أحمد الطيب؟ عندهم كثير، لأن في بعض الناس تلونت وتحولت ودي كانت سبة. عبد الرحمن عبد البر كان مرشح؟ لا أدري، لأن يعني الدكتور عبد الرحمن لا تربطني بأدنى صلة. إزاي حضرتك كنت شايف إن شرعية الرئيس السابق مرسي كانت باطلة من أول يوم رغم إنه رئيس منتخب؟ لأن أنا خادم للشريعة الإسلامية، عندنا في فقه المعاملات أنا حينما أبيع إليك هذا الكأس إذا لابد أن تكون هناك إرادة مني كبائع ومنك كمشتري. نعم. إذا حصل إكراه البيع باطل. نعم. أنا حينما أنظر إلى الانتخابات وأجد أن الشيخ المتسلفة ومن شايعهم من الإخوان يرهبون الشعب وهو شبه أمي من الناحية الدينية، إن من قال نعم
في الجنة. الجنة، ومن قال لا دخل النار. فالمواطن البسيط تم التلاعب بمشاعره وتم الضغط عليه بورقة الدين. بطبيعة الحال يبقى الصوت باطل، ولذلك قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه: ليس على مكره بيعة. فانتخابات السيد الرئيس دكتور محمد مرسي باطلة شرعا، وأنا قلت ذلك وهو كان أنا ذاك. الأخوان كلموك وعجبوك؟ لا، أنا بقى تعرضت لأساليب الترغيب والترهيب منهم ومن السلفيين. رغبت بإيه؟ تبقى إيه مثلا شيخ الأزهر؟ لا، امال تبقى وانا إيه؟ لا كليه تبقى ايه يعني؟ لا انا على فكره الان سن 62 سنه يعني، انا متقاعد وظيفيا. يعني رغبوك في تبقى ايه يعني؟ بعض الوسطاء ما الذي تريده؟ قلت ارفعوا ايديكم عن الاسلام. لما لم استجب بعتوا شكاوى كيديه ومؤامرات معروفه، ورئيس الجامعه يعرف هذه الشكاوى المقدمه والمؤامرات التي تحاك، وسلطوا غلمانهم على موقع في الفيسبوك شتائم وتهديدات. إغلاق القنوات الدينية، نعم، اللي حضرتك بتسميها المتأسلمة دي. لا لا لا، هي قنوات الفتنة والقنوات. قنوات الفتنة دي، نعم، تؤيد هذا القرار؟ تغلق إلى الأبد إذا أردنا صحيح الإسلام وأن تعلى المواطنة والوطنية في مصر. شفت الرشاوي الانتخابية من الإخوان بعينك؟ لا، لكن سمعت ممن أثق بهم في بلدي. ايوه نعم، 200 جنيه للصوت، بس انا لم ارى بعيني، لكن سمعت ممن اثق به. اتفضل. وكيس التمويل معروف. اتضايقت ليه لما الاخوان قالوا عليك فلول؟ انا اولا بفضل الله عز وجل لست فلولا للحزب الوطني، بالعكس قد افجر لك مفاجاه مشاهديك لا يعرفونها. الا وهي؟ ان الدكتور زقزوق في الحزب بناء على تعليمات من الحزب الوطني وامن الدوله وسحبوا مني ترخيص الخطابه. تخيل ان انا لا احمل ترخيص خطابه الى الان، انا بخطب كده ودي. لكن لا استاذ الشريعه لا يحمل ترخيص خطابه. لا الدكتور زقزوق رضخ لاعضاء الحزب الوطني في دائرتنا العياط محافظه الجيزه، وسحبوا مني بتعليمات ايضا من مباركه من امن الدوله ترخيص الخطابه. فكيف اكون ممنوع من الخطابه في عهد الرئيس مبارك واكون بالفلوس؟ حضرتك قلت نصا السلفيين خوارج هذا الزمان ودينهم غير الإسلام، أمال دينهم إيه؟ أنا لم أقل ذلك، أنا نقلت حديث الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، سيخرج في أواخر الزمان حداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البري، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، محلقي شوارب أزرهم إلى أنصاف سوقهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم. فقال حذيفة راوي الحديث: ما أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركني ذلك؟ قال: عليك بإمام المسلمين وجماعته للسواد الأعظم. فقال بنور البصيرة حذيفة: فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، قال: اعتزل تلك الفرق ولا أنت عض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على هذا. معنى الحديث؟ فمعنى الحديث الرسول حدد إن في أواخر الزمن. حضرتك في قواعد أو جرامر اللغة لما بيجي السين تدخل على الفعل المضارع بتمحض المستقبل. سيخرج في أواخر، اللي هو في أواخر الزمان، حداث الأسنان زي ما أنت شايف، صبيان وشباب، سفهاء الأحلام، كلموا في الكلام الفارغ، في فروعيات العقيدة، في فروعيات الدين، بددوا شمل الأمة، حرب مع الصوفية، حرب مع الأزهر بأنه أشعري العقيدة وكافر وفاسد، شيعة، حرب مع الشيعة، حرب مع الإخوان نفسهم، حرب فيما بينهم، حرب مع جميع طوائف المجتمع. خدت بال حضرتك؟ يقرؤون كده خوارج هذا الزمان. ده الرسول اللي قال، مش أنا بس ينطبق عليهم هذا الوصف. بحضرتك ما أنت تنظر، محلقي شواربهم، الشارب لا 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 لا, لا يعني يقص. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن سيدنا إبراهيم: أول من قص الشارب. إنما لكون واحد من مرجعياتهم جز الشارب، خلاص كله بقى جز الشارب. أزرهم إلى أنصاف سوقهم. الإسلام مش عايزك تكون في سمت كاريكاتوري، تكون تندرا يعني. لماذا أهملوا العلة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء،
وزكى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال له يا رسول الله إنه أحب أن أطيل إزاري، قال إنك لست من أهل المخيلة. لكن الآن لما تجد الشاب الشارب جاي حلقه، وبعدين الثوب قصير وتحتيه بنطلون طويل مع جبين مقطب مع وجه مكفر عبوس. مع عبوس مع جهامة مع فظاظة، هل هذا هو ده النتاج؟ هو ده النتاج اللي طلع صاحب الفعل الفاضح، ده النتاج اللي طلع عملية التجميل في الأنف، ده النتاج اللي طلع اللي بيحاصر المحكمة الدستورية، اللي ضرب الناس في شبرا، اللي حرق اسم الدقي، اللي اعتدى على جريدة الوفد. نعم. ادي النتاج. قتل الحرس الجمهوري من الإخوان في النار، حضرتك قلت الكلام ده؟ الرسول اللي قال، وأنا اللي بقول، أنا بنقل، أنا خادم شريعة. تصريحك إيه اللي عرفك؟ الرسول حديث الرسول عليه السلام قال من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبة وينتصر لعصبة فقتل فقتلته جاهلية. طب هم قالوا أيضا قتل في ميدان التعرير في النار والجنة. في النار يعني هم متخيلين أن احنا كفار قريش. كفار قريش. مين هو الحاكم اللي يجوز الخروج عليه؟ الظالم. والإمام مالك قال كده. طيب الحاكم الذي لا يجوز الخروج عليه العادل الرشيد مش موجود. يعني أي حاكم من هنا وطالع ممكن الخروج عليه، بس في حاكم ما كان ينبغي أن الخروج عليه لأنه راجل محترم. عارف مين؟ مين؟ أنا أولا مواليد 1951، ما عاصرتش الملكية غير عدة أشهر وأنا طفل رضيع. الشخص المحترم اللي الآن مصر لازم تحييه الملك فاروق. الملك فاروق لما حصل ثورة 1952 بقيادة اللواء محمد نجيب ومعاه الزعيم جمال عبد الناصر رحمة الله عليهما، ماذا فعل الملك فاروق؟ لم يستعن بالقوات البريطانية ولم يستصرخ الجنود الألبان، وهو ألباني أصلا وكان ممكن يجيب مرتزق، ولكن كتب في الوثيقة نزولا على رغبة الشعب. مرشد الإخوان ما عملش كده ليه؟ مرشد الإخوان ما عملش زي سيدنا الإمام الحسن اللي بتتكلم باسم الدين حينما تنازل لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه لحقن دماء المسلمين. توجه القصة لمرشد الإخوان ولا للدكتور مرسي اللي هو رئيس؟ الدكتور مرسي لا يملك شيء يعني. لا يملك شيء من أمر لا في الماضي ولا في الحاضر. المرشد. الشيعة كفار ولا مسلمين يا مولانا؟ ليسوا سواء. في منهم من أشوفه ولا حاضر تطلق عليه أنه كافر؟ لا أنا لا أنا لست من أرباب التكفير وعافاني الله من ذلك. أولا حضرتك عند الشيعة الزيدية في اليمن مسلمين بلا شك. الشيعة الإمامية الجعفرية الإثنى عشرية المصطلح واحد دول في إيران. أولا حضرتك ما لا يعلمه الناس إن هذا المذهب معترف به رسميا عندنا في الدراسات العليا في جامعة الأزهر. طيب. أنا بدرس دراسات عليا فقه مقارن. مين لا يجاز بيكفر. الباحث عندي إلا إذا ذكر آراء الشيعة. وعلى فكرة إحنا في مصر واخدين برأي منهم في الإشهاد على الطلاق، أنتوا واخدها من الشيعة من مذهب الشيعة الجعفري. الشيخ محمود شلتون، الشيخ عبد المجيد سليم، الشيخ محمد الغزالي وغيرهم من أكابر العلماء في جمعية التقريب بين المذاهب قالوا بصراحة وبوضوح يجوز التعبد على المذهب الشيعي الجعفري. ده مش كلامي أنا، ده كلام الشيخ شلتون، كلام الشيخ عبد المجيد سليم، ده كلام الشيخ محمد الغزالي، ده كلام مجمع البحوث الإسلامية. اسأل حضرتك مجمع البحوث وقت كبار العلماء. يعني الشيعة على إطلاقها؟ لا، ليس كل شيعي كافر. ليس كل شيعي كافر. الجعفاري في إيران مسلم، الزيدي في 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 أمال مين الطائفة اللي فيهم؟ في كتير، أنا لا أريد أن أخوض في أحد ولا يهمنا ذلك. فقرتي الأولى انتهت مع ضيف الكريم النهاردة العالم الجليل الدكتور أحمد كريمة، اللي بيقول الشيعة فيها ممكن نسميه مسلم وفي بعض الطوائف خارجة من الملة. حوارنا مستمر مع الدكتور أحمد كريمة لكن بعد هذا الفصل. رجعنا لكم بعد الفاصل وبكمل حواري مع الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر. عندي في الفقرة الثانية عدد من الأسماء هاخد من حضرتك تعليق قصير عليها. نعم. الرئيس السابق مرسي غفر الله له. الفريق أول عبد الفتاح السيسي تحية إجلال وإكبار لابن مصر الأصيل. الدكتور محمد البرادعي قام وقيمة عالمية
للأسف احترمك العالم ولم يعرف المصريون قيمتك. جبهة الإنقاذ ضبابية وعشوائية، حملة تمرد ننحني لها محبة وتحية وإكراما، 4 أشهر خلعت الفساد. خيرة الشاطر أكف لساني عنه. محمد بديع هداه الله لصحيح الإسلام وللمحافظة على وطنية مصر. حسن البنا كان رجلا مجددا إصلاحيا، ولكن لو عاش بيننا لقال ليس إخوانا وليس مسلمين. سيد قطب حقيقة شخصية محيرة، نقرأ ظلال القرآن أمام عالم بحر موسوعي أدبي، معالم في الطريق فكر ظلامي. خالد عبد الله شتمني كثيرا وعند الله تقف الخصوم. عبد الله بدر على شاكلته. صفوت حجازي صفوت حجازي سبحان الله، أقول له اتق الله في الإسلام واتق الله في مصر وفي شباب مصر. محمد البلتاجي أقول له آن الأوان لأن نعود إلى الثكنات للعمل الدعوي فقط، ورئيسكم قال إن السياسة نجاسة. الشيخ القرضاوي الشيخ القرضاوي قام وقيمة، صحيح له منا فقط عتاب المحبين دون انتقاص لقدره وقيمته. شيخ الجامع الأزهر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود لم يأتي من يملأ كرسي الشيخ عبد الحليم محمود إلا أن يشاء ربي شيئا، لأن أنا من تلاميذه ودرست تحت قدميه في الجامع الأزهر وأدري من هو هذا العالم الرباني. الشيخ الحويني الشيخ الحويني أقول له لقد حصل الحصاد المر فكفى. حازم صلاح أبو إسماعيل والده كان قام وقيمة وكان من الذين قننوا الشريعة الإسلامية، وهو أساء إلى الشريعة الإسلامية. ياسر برهامي والله أنا لا أستطيع تصنيفه لأني ما يقوله في الصباح يتراجع عنه في المساء. الشيخ حسن شحاتة اللي اتقتل الشيعي نعم. الذي قتل نعم كلمة. أولا نفس آدمية أزهقت دون وجه حق، إذا كان الإسلام يأمرنا باحترام آدمية الوثني فما بالنا بمن ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله مع تحفظنا على بعض الاعتقادات، والأمة كلها واقعة في اعتقادات خاطئة، السلفي عندهم اعتقادات خاطئة، الإخوان عنده اعتقادات خاطئة، التبليغ، المتصوفة، الشيعة يعني، لكن كان من المفروض الفكر يجابه بفكر. معتصم ربعة عودوا إلى منازلكم يرحمكم الله. عودوا إلى منازلكم يرحمكم الله، هذه هي الرسالة التي يوجهها الدكتور أحمد كريمة إلى معتصم ربعة. فقرتنا الثانية انتهت ونرجع للفقرة الثالثة والأخيرة، سؤال وثلاث إجابات. بجدد التحية بضيفي الكريم الدكتور أحمد كريمة، واللي تمنيت وده نادرا ما يحدث أو ما حدث خلال 30 حلقة في البرنامج أن يطول وقت البرنامج معه. كل سنة وانت طيب. كل عام وانتم بخير. هقول لحضرتك عدد من الأسئلة وتحت كل سؤال 3 إجابات تختار إجابة واحدة. نعم. معتصمي ربعة معمل لهم غسيل مخ على حق على باطل؟ على باطل. الأزهر الشريف من مؤسسات الدولة، مؤسسة مستقلة عن الدولة، سبب ظهور التطرف؟ لا، مؤسسة من مؤسسات الدولة. رئيس مصر القادم تفضله مدني ولا عسكري ولا إسلامي؟ أنا من دعاة الدولة المدنية التي يعظم فيها الدين، مدني. مدني. القرضاوي رجل دين، رجل سياسة، فقيه الفتنة؟ لا، بلاش فقيه الفتنة، هو الاثنين. رجل دين ورجل سياسة في آن واحد. أقربهم إيه؟ سياسة. سياسة.
الإعلام الديني سبوبة، إعلام حقيقي استغلال لثورة الميديا سبوبة، أمريكا والإرهاب علاقة مصلحة أعداء، أمريكا هي صانعة الإرهاب، أمريكا هي صانعة الإرهاب، عملية تنقية الحديث الشريف والتراث قادمة لا محالة، منطقة شائكة لن يتم الاقتراب منها، تحتاج وقت طويل، تحتاج إلى وقت طويل وجهود جبارة، وجهود جبارة. أنا بشكر حضرتك العالم الجليل دكتور أحمد كريمة، كنت ضيفا كريما معنا وسعدت بصحبتك النهاردة. شكرا لك، شكرا لك. كل سنة وحضراتكم بخير ومصر دايما بخير. انتهت حلقتنا النهاردة، وبكرة حلقة جديدة، وجر الشكل.